بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، متابعينا في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أحييكم في هذا الصباح الجميل، في هذه الانطلاقات التي تقام في عاصمة الميادين، بعد الشكر الجزيل لكافة إخواني المعلقين سالم بن علي الحبسي والمعلقة حمد بن طويرش الوهيبي وحمدان الجحافي وراشد الزرعي وقائد مركبتنا يوسف الذي يقودنا إلى بر الأمان في معركة وصراع ومنافسة لهذه الحقائق المنطلقة من مسافة 3 كيلومترات. نرحب بكل الحاضرين والمشاركين. نبدأ مع مقدمة الشوط. من يقود المقدمة مع هلا وهلا بك يا هلا وهلا بمن تقود الصراع؟ يقدم لنا هلا فلاح بن ناصر بن مصلح الاحبابي القادم مع المركز الاول. مرحبا بك يا فلاح في طريق النجاح على المركز الاول. المركز الثاني القادم جواهر مع المركز الثاني. من يقدم لنا جواهر مع ثاني المراكز؟ محمد بن حمد الدرعي، هذا الشعار بالسلومي القادم بكل قوة. نعم، شعار بالسلومي قدم الكثير والكثير في عالم الأصايل. مرحبا بك يا أبو حمد. المركز الثالث القادم هنا فهده الله. الله يا هذا الشوط يحمل في طياته أسماء كبيرة، أسماء رنانة من الشعار القادم لا يخفى عن الجميع. شعار سعادة حميد بن سعيد النيادي، شعار له باع طويل في عالم سباقات الهجن والإنجازات والرموز. مرحبا بك يا أبو محمد. من القادمة؟ من القادمة في هذه اللحظات مع المركز الثالث؟ الوصول والانضمام في هذه اللحظات مع الشقرة لراشد بن حمد البطيني القادم مع المركز الثالث. رابعا ذكرنا شعارك يا بالسلومي، وخامسا القادمة هنا مهدية لفهيد بن علي بن مفتاح الشامسي، ولكن القادمة بشاير محمد بن حمد بن مانع اليامي. العودة إلى مقدمة الشوط. الله يا شعار الاتحادية، الله يا شعار الاتحادية، يا شعار العديد من الأسماء، يا شعار مبروكة، يا شعار سمحة لسعادة حميد بن سعيد النيادي. ولكن القادمة مع المركز الثاني المشكلة للخطر في هذه اللحظات، ولكن الأحباب عاد مع هلا، عاد مع هلا فلاح بن ناصر بن مصلح. الأحباب سيطر على المركز الأول. المركز الثاني القادمة بشاير محمد بن حمد بن مانع اليامي، يقدم لنا بشاير وسالم بن محمد بن عنود العامري، يقدم لنا غزل. القادمة في هذه اللحظات مع المركز الثالث بن عنود وغزل، بن عنود وغزل، بن عنود وغزل، وغزل هي المسيطرة، غزل هي المنطلقة المتغزلة على الصدارة، المتغزلة على الانطلاق. اسمها من 3 حروف لكن اسمها رنان، اسمها أنيق، اسمها رايق، اسمها رايع. غزل يا غزل يا غزل يا غزل. مشكور يا بن عنودة، مشكور يا بن عنودة، من قدمها ورافقها سالم بن محمد بن عنودة. عساك دايم سالم يا مالكي غزل. المركز الثاني بشاير لمحمد بن حمد بن مانع اليامي. المركز الثالث تحمل الرقم 17 تيمة لحمد بن عبد الكريم السعيد، شاعرنا القدير يحتل المركز الثالث. المركز الرابع هلا ملك فلاح بن ناصر بن مصلح الأحبابي.
المركز الخامس تحمل الرقم 39، تتواجد هنا افهدة لسعادة حميد بن سعيد النيادي. هكذا متابعينا في كل مكان، منافسة كبيرة وجميلة، والتوقيت الزمني 4:26.8 من الثانية، توقيت غزل المنتزعة لهذا الشوط. وتهانينا لمالكها سالم بن محمد بن عنود العامري، المركز الثاني 4:27.8 من الثانية، من تحمل الرقم 16 بشايل محمد بن حمد بن مانع اليامي، ومن أتت في المركز الثالث تتبعها أيضا بتسلسل الأرقام بالرقم 17 تيما لحمد بن عبد الكريم السعيد. وتوقيتها يا شاعرنا 4:28.6 من الثانية. هكذا متابعينا في كل مكان، نتيجة هذا الشوط بالتوقيت الزمنية، مشاركتي مع أخواني المعلقين الذين بدأوا هذا الموسم بامتياز، وها نحن نقارب على نهاية موسم جميل بإذن الله تعالى. الحقائق وما أدراك ما الحقائق، وكل عام وأنتم بألف خير ورمضان كريم، وجعلنا الله من صيامه وقيامه بإذن الله تعالى. وبعد العيد وأنتم سالمين وغانمين ملتقين على خير بإذن الله.